يقول والدتي أرضعت ابن عمي البكر وزوجة عمي أرضعت أختي البكر، هل يعتبر أبناء عمي إخوة لي كلهم أم أمن البكر فقط؟ وهل أبناء عمي الذي رضع من أمك يكون أخا لك ولجميع أولاد المرضعة، والذي رضع من امرأة أخرى يكون ابنا لتلك المرأة الأخرى وأخا لجميع أولادها من الرضاع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.